يعني يمكن شربل بيستعمل النابكنز للديكوريشن، انا بستعمل النابكنز للاكل. واليوم مع الشيف نادين رح نكون عم نتعلم فريكاسي دو فولاي اوفرمو او ليجوم ليجوم فريكاسي دو فولاي او ليجوم. بس هي عبارة عن عبارة عن دجاج مطبوخ بصلصة بيضة فيها أوكي. كريم فريش، فيها عصرة حامض، وحيكون في مع الدجاج خضرة اللي هن جزر، شامبينيون، وبازيلا، وحنكون عم نقدم حده وبصل كويزات طبعا انسى البصل، وحنكون عم نقدم حده الرز. أوكي. فرح منشوف شو هن المكونات، تحكي عنهم هيك ان جنرال، بنرجع منبلش. اول شيء انا بحاجة لبصل كويزات، تقريبا 10 بصلات كويزات. شو كويزات؟ كويزات انه صغار يعني. اوكي. لكن هول البصل يعني اللي بيضلوا مثل ما هن بقلب الطبخه بيتقدموا، لانه لونهم كمان يعني البصل الكبير عاده بتكون اورانج على لا لا لا، حتى انا جايبه نوعين، جايبه ابيض وجايبه البصل كمان الاحمر او الموف فعليا، حتى اخذ الوان، يعني يطلع في عندي الوان بقلب الطبخه ما تكون كثير بيضه، لانه بالنهايه الصلصه تبعولنا حتكون بيضه. اوكي. فاذا بالنسبه للبصل، بصل كويزات، دجاج فروج مثل ما هو، لانه بدي الدجاج ما يطلع ناشف كثير. هلا اللي بيحبوا صدر الدجاج بيقدروا يعملوها بصدر الدجاج عادي، بس نعملها بفروج كامل، لانه خواص الفروج بيعطينا مرقه، وهيدي المرقه هي اللي بتطيب لنا الطبخه كلها ان جنرال. لكن الدجاج الفروج مثل ما هو اكيد بعد ما يتغسل وكل شيء بنقليه وبنسلقه، بحتفظ بالمرق تبعوله، وبس يبرود بنشيل منه العظم وبخلي اللحم تبع الدجاج. زبده او سمنه رح قلي فيهم البصل والجزر. اوكي. فمفروض يكون عم طبخها بشيء مدهن، لانه بتعرف الاكل الفرنساوي فيه هيدا التكستور او الطعم اللي فيها التيست تبع الزبده وهيك. هلا فينا نطبخها بالزيت، بس انه عم نعملها نحن على اصولها. هلا شو بدنا نخفف فات، كل شخص هو حر. عصره حامض كثير صغيره، كريم فريش، الطحين حتى سمك الصوص تبعولي حتى ما تطلع كتير مي. والخضرة هن كنية عن البازيلا، جزر، والشامبينيون. بالنسبة للبازيلا والشامبينيون، إذا ما كانوا مسلوقين أو ما كانوا معلبين، يعني مش جايبينهم معلبات، ساعتها بيتقلوا مع البصل والجزر بالمرحلة الأولى قبل ما نضيف المرقة. أوكي. إذا كان عنا يهون معلبات بالمرحلة الأخيرة. أوكي؟ يلا أول شيء منبلش. نحن منبلش أول شيء بالسمنة، بتقلية البصل. وبالطنجرة الثانية رح كون عم بعمل رز، لأنه بدي أعمل حدا رز أبيض عادي، لأنه الخضرة أوريدي موجودة بالصوص تبعولتنا. نحن حطينا زبدة أو سمنة؟ انا اليوم مستعمله ميكس بين الاثنين، ملعقه سمنه وملعقه زبده. بتعطي نكهه خدعه جديده، بتعطي نكهه غير. لكن بدي اقول لك انه في عالم بتفضل السمنه لانه بتحط استعملتها اقوى من الزبده. مزبوط، بتنكه اكثر، يعني بتاخذ هيدي النكهه المطلوبه اذا بدك. بس انتبه، يعني نحن عم نطبخ عم ننبش على النكهه وعم نعطي الطبخه على اصولها كيف تنعمل، بس اذا نحن عم نطبخ هيلسي وما بدنا بس انه بالنهايه ملعقه ما حتاثر لطبخه لاربع او خمس اشخاص. اوكي. نحط البصل مثل ما هن، منبلش نقلي البصل. سو الفكرة انه ما بنقطعهم للبصل، مشان هيك بنسميهم كويزات. كويزات يعني البصلة الصغيرة. هلا بتاني طنجرة بس تذوب الزبدة او السمنة اللي نحن مستعملينه، بنكون مغسلين الرز، رز امريكا عادي، بنقليهم مع المواد الدهنية اللي نحن مستعملينها. تقليب، بدي اقلب انا لو هيك، بس عملية تقليب سريعة. ما بنحط له شعيرية او شيء للرز؟ لا لا لا، رز ابيض عادي. اوكي. لكل كباية بنكون نحن معايرين مرقة. اوكي. كبايتين اذا الرز منقوع، كبايتين ونص اذا منه منقوع. اتفقنا؟ فاذا بنقلي عملية تقلية، نرجع بنضيف له المرق. هون بلشت تطلع ريحة البصل. هلا اللي بدي اياه منك جوزيف بليز، ملعقة ملح للرز، وبس تغلي المي اكيد بنخفف تحته وبنغطي الطنجره. هون ريحه البصل بلشت تفوح. على فكره
اذا ما بدنا يعني بدي سرع اذا بدك بالطبخه تبولي، بقدر البصله تكون عم بعملهم بطنجره على جنب لحالهم ايه واسلقهم عادي وبرجع بضيفهم على الطبخه، واذا ما بدي اطلع كثير جلي ومعي وقت بقدر اطبخهم بنفس الطبخه بنفس الطنجره. هن كمان يعني بتذكر قلنا انه البصل اول شيء بنحطه عم بده اكثر شيء وقت مزبوط هن اكثر شيء صح. وهولي هلا بدهم المفروض الكويزات ما يهلطوا كثير كمان، ونحن عم نقشرهم ما بنقص البصله من فوق حتى تضل البصله كامشه حالها كامشه بعضها، بدنا ننتبه لهيدي الشغله وبدها تضل الدنتي يعني اذا قصيناها بتفرط اكيد اكيد. اوكي هلا بدي الجزر جزر بليز، رح ارجع اذكر انه في حال كان عندنا شامبينيون فري يعني منه شامبينيون معلق ساعتها بنضيف كمان الشامبينيون من بعد ما ضيف الجزر. اوكي اوكي حتى يتقلى كمان مع البصلة هون لانه اوريدي معمول مزبوط نتركه لبعدين مزبوط. والبازيلا اذا كانت فروزن نفس الموضوع، يعني انا ببلش بالجزر بقليه مع البصل، برجع شامبينيون بقليه مع البصل بس نشوفه انه بلش يكب ميته، ضيف البازيلات وبرجع بكمل الطبخ عادي. بس هيدول كلهم بميل، بس مفروض نكون نحن سالقين الفروج على جنب بمرحله قبل ومحتفظه بالمرقه حتى اطبخ فيها الصلصه واطبخ فيها الرز. اوكي اوكي بيقولوا اذا شامبينيون فري ما بنغسله مزبوط بنمسحه مسح من قشره حتى ما يطلع حتى تخلص من ال هلا فيك تغسل مش مشكله انه يتغسل لانه حيرجع ينطبخ. اوكي فما في مشكله ابدا. هلا بس نشوف انه الجزر بلش يدبل ننطر شوي صغيره بعد عليهم حتى ما ياخذوا كثير وقت بالسلق، ساعتها بنرش رشه الطحين اوكي وبنقلب، بنرجع من بعد ما رش رشه الطحين بضيف المرقه تدريجيا يعني شوي شوي عليها، انا عم بحرك حتى يصير في عندي صوص، وبتركها على نار خفيفه حتى يستوي الجزر عندي ويستوي البصل، بس نشوف انه الجزره والبصله بلشوا يستووا بنضيف الكريم فريش وبضيف البازيلا اللي اوريدي هي مستويه والشامبينيون اللي اصلا هو مستوي، واكيد ملح والبهار ابيض، بس نشوفها كلها اخذت بعضها بنحط عصره حامض صغيره بالاخر. اوكي؟ هلا اصلا يعني وقت نقول عن خطوات تبولها الستابس بنلاقيها هينه تنعمل. عن جد هينه هي منها ابدا صعبه، الفكره بس انه نكون سالقين الدجاج، يعني هيدا اللي هو اكثر شيء حياخذ وقت مش تحضيرها لا. اوكي والرز بهالوقت بننطر تيغلي مسكر عليه مزبوط هي هي ومنخفف النار تحت. اوكي اوكي هيدي الصوص بنعمل لشيء غير الدجاج ولا اكثر شيء فيك تعملها مع اللحم؟ فيك تعملها كمان مع اللحمه ما في مشكله ابدا. أوكي. بس حسب اللحمه اللي نحن مستعملينها، اذا كنا عم نعمل فيليه بتتقلى الفيليه مع البصل والجزر لانه ريدي ما بدها كثير وقت حتى تستوي. فوفيليه نفس الشيء كمان بتاخذ الفوفيليه وقت استوى حتى قد بصل الكويزه. اوكي اوكي يعني بنحطهم اذا بدك مع بعضهم حتى يستووا. اذا عم نستعمل ما هيدا اللي عم نقوله، ساعتها بدك تستعين بمرق جاهز من برا، او اذا سالقين شهبايه محتفظين بالمرقه تبعولها او فخذ او الى اخره محتفظين بالمرقه ساعتها بنستعملها. روايح كثير طيبة على فكرة، بين بصل وجزر والسمنة وال مظبوط، يلا هلا حضيف الطحين. قد ايه حطينا طحين؟ ملعقتين طحين. ملعقتين كبار. مظبوط. تيشدوا. لحتى ما تطلع الصوص كثير مي. اوريدي البصل بكب مي كمان. مظبوط، الجزر كمان بكب مي، وشامبينيون إذا كنا كمان مستعملينه شامبينيون فريه كمان بكب مي. البازيلا اذا كانت مفرزه كمان بتكب مي، يعني بس اللي حيساعدني مع الطحين هو الكريم فريش. اوكي اوكي هلا هون جوزيف بس بدي اعزبك بغطى الطنجره. اوكي بس غطي الرز تمام معه كله ستاند باي كله ريدي. ايه كله ريدي. نديم بتنعمل بصوص روج ولا لا؟ غير سيستم. أوكي. صرنا بغير سيستم، يعني صرت بدك صرنا اذا صوص روج صرنا بولي شاسور اكثر، صرنا على بولي اورور اكثر اللي هي لونها بيجي على اورانج شوي للصلصه، فسيستم مختلف كليا.
لانه في عالم ابدا ما بتحب السوس بلانش بالاكل. ايه ساعتها بطل اسمها فريكاسي دو فولاي فريكاسي صار اسمها شاسور او عرفت يعني كانه عم بطبخ بصلصه حمراء صارت شيء مختلف كليا. خلينا على الفريكاسي هلا اليوم وبكره نجرب غير شيء. هلا جوزيف اللي رح يصير انه بهيدي المرحله نحن مفروض بالبيت اكيد نحن على الهواء دائما بنطبخ بسرعه بس بالبيت بهيدي المرحله بنخفف النار وبننطر تقريبا بين 10 و 12 دقيقه بيكون الجزر استوى. على فكره الجزر انا عملته رونديل مثل ما شايف هلا فينا اذا ما بدنا اياها تكون رونديل فينا نقطعهم كمان كيوبز صغار بس لانه انا كله عم بشتغله قطع والدجاج كمان حبته كبيره فمشان هيك اشتغلتها على رونديل. فهون بين 10 و 12 دقيقه ببلش الجزر يستوي والبصل نفس الشيء. ساعتها بنضيف مثل ما قلت لك الشامبينيون بنضيف البازيلا كريم فريش للدجاجات اللي اوريدي سلقتهم انا كمان بضيفهم عليهم يعني لما اتاكد انه الجزرات والبصلات بلشوا يستووا ضيف لانه ما بدهم وقت كثير مزبوط ضيف باقي الاشياء. لاحظت هون كيف لما ضفت الطحين اوكي هون قديش هون المي مي فعليا هون لا بلشت تسمك وكل ما بنتركها على النار اكثر كل ما تسمك اكثر. هون قديش عملنا مرقة هلا مش هول هن كلهم المرقه رح ضيف بعد مرقه لانه مثل ما قلت لك بدك تنطر 10 ل 12 دقيقه يعني كميه المرقه المفروض تكون تقريبا لتر للتر ونص لانه بدي اعتبر انه كميه من المي بدها تطير لانه البصل والجزر مزبوط عم بده يستوي اوكي فتقريبا بين اللتر واللتر ونص ل 10 بصلات كويزات لثلاث جزرات مقصوصين رونديل. ولا بعد ما بلشنا نشوف شكل الصوص لانه بعد في الكريم فريش بتعطي لون صح البازيلا كمان والشامبينيون حتى الدجاج بده ينطبخ بالصلصه يعني هلا نحن الدجاج اوكي سلقناه بس مفروض ينطبخ بالصلصه. هلا خليني اقول شغله انه اللي ما بده يسلق فروج او ما معه وقت او بدنا على السريع وعندنا صدر دجاج بقدر اقطع صدر الدجاج بس قطع كبيره اوكي قلي البصلات مع الجزرات مع الدجاج بس هون انا دائما بقول انه نقلل الدجاج بالاول نرجع نضيف البصل بده وقت كمان مزبوط وهيك كمان نتخلص من الزفره اللي موجوده بالدجاج فبنقلل الدجاج وبنرجع البصل نرجع الجزر وبنطبخها كلها سوا مع بعضها اوكي يعني هيك بكون عم سرع بعد اكثر واكثر من اني كنت سالقه فروج واضيف يعني هن بعتقد حيلا طبخه فيها دجاج بيكون نفس السيستم للدجاج مزبوط يعني بنعرف امتى بدنا نسلقهم او نطبخهم قبل بوقت امتى بنزيدهم مزبوط بس هي هون مين بيجي قبل البصل جزر مرقه صح هو انتبه يعني انت مجرد ما تعودت على السيستم انه درجه الاستواء تبع كل شغله خلص بتصير مود في او اذا بدك المود طبيعي انه يعني بنصير معودين بس شو اللي بيستوي شو هن الانجريدينتس بنعرف كيف نحطهم اهم شيء اهم شيء انه لما بدنا نطبخ طبخوا على نار خفيفه واعطوا الطبخه وقتها لو ما معنا وقت اعطوها وقتها على نار خفيفه بتحصلوا على النتيجه اللي احنا بدنا اياها احسن ما تحترق الطبخه ونزعل عليها وبنزعل على كل الطبخه بس كرمال نربح خمس دقائق مزبوط واصلا في كثير يعني طبخات كمان عم تيتينا هن بدهم 10 دقائق تينعملوا او ربع ساعه مزبوط. قبل اصلا جوزيف كل الطبخات اللي عم بعملها عم جرب فعليا بين تحضير وبين الطبخه على النار ما عم تتعدى ال 20 دقيقه هي الكبيره هي الطبخه الكبيره فما نستوهم من الطبخ يعني مش الملوخيه اذا مشينا الطنجرتين مع بعضهم مع طنجره الرز تخلص كلها ب 20 دقيقه او 25 دقيقه الى حد ما اذا كان الدجاج اسمها تنقول اسمها بدنا وقت اكثر اكزاكتلي هو اللي هو الاسم اللي دي بولي الاسم اللي بولاي فريكاسي دي بولاي او ليجوم لا دي فولاي هون بدي ارجع اذكر الاشخاص اذا عبالهم يرجعوا يحضروا هيدي الروسات او طريقه التحضير وغير كمان فقرات اعطيتينا اياها وروساتات اعطيتينا اياها فيهم يفوتوا على صفحه تيلي ليبون على فيسبوك www.facebook.com/تيلي ليبون ويحضروا كل الفقرات كمان ويرجعوا يقدروا يعملوا بوز يوقفوا محل ما بدهم يكونوا عم بينتبهوا عم بيتابعوا مزبوط مزبوط وهلا بتعرف كل الامات عم تحتار شو بدها تطبخ لانه رجعوا الاولاد على المدرسه صح فهدول عن جد من الاشياء الاوريجينال المهضومه اللي مش عاده ما بنطبخهم كل يوم اوكي واذا عندنا عزيمه حلو نقول لهم عاملين لكم فريكاسي هي اسمها فريكاسي هي اسمها بس بحد ذاته فريكاسي فيلا هلا لكينا حطينا الكريم فريش بدي ملح وبهار ابيض
بس بهار ابيض بنحط لها حتى البهارات ما تنزعلي لون الصوص. اوكي، يعني بهارات الدجاج، بهار حلو، قرفه ناعمه، كذا بينزعوا لي الصوص، فالصوص بدها تكون بيضة. اوكي. ولاحظت لما ضفت الكريمه جوزيف كيف كمان بلشت تشد، فكل ما نتركها على النار كل ما بتشد اكثر. بس برجع وبذكر انا على الهواء دائما بطبخ بسرعه، بالبيت بننطر حتى البصلات والجزرات يستووا بعدين بضيف الكريمه. اوكي، هلا عم ضيف البازيلا لانه اوريدي مستويه، بنضيفها بالمرحله الاخيره، وعم ضيف الشامبينيون المقطع. برجع وبذكر اذا الشامبينيون عندنا يفري بقليه مع البصل والجزر، والبازيلا اذا كانت مجلده نفس الشيء. ما بننطر لهال الوقت تنحطهم، نعملهم من الاول مع البصل والجزر. صح، عمليه تقليه بس اكيد حسب درجه الاستواء. اوكي، يعني نبلش بصل، جزر، شامبينيون، بعدين البازيلا. وهلا رح اضيف الدجاجات حتى يشربوا من الصوص مزبوط، بنخليهم قطع كبيره حتى يضلوا الدجاج مبين بقلبه. ليك الالوان كيف صارت، يعني هيدا الالوان اللي نحن بدنا نحصل عليها. الرز على فكره تركته ابيض لانه الالوان موجوده بالصوص. أوكي. بس فيي انا كون عم بقلي شويه جزر واضيفها على الرز، او فيني كمان بس يخلص الرز ضيف شويه ميس. فهيك كمان بيلون لي. ما بنضيفها على الصوص، بنضيفها على الرز، على الرز حتى الرز ما يطلع كثير ابيض، هيك بكون عم شكل شوي بالالوان حتى ما تطلع كثير صفر. مزبوط. وهيك هلا بنتركها على نار خفيفه يا حي بلشت تشد. والريحه كثير طيبه، رغم انه فيها كريم فريش. برا وبذكر انا حطيت رشه طحين حتى تشد معنا وما تطلع كثير رخوه. هلا بننطر الرز حتى يستوي وبقدم الرز وحده الصوص تبع الفريكاسي. فريكاسي دو فولاي اوليغوم. شوي شوي عم بتعود عليها. كمان برجع بذكر المشاهدين www.facebook.com/telelibon بيقدروا يحضروا يرجعوا هيدي الريسات. ميرسي كثير شيف نادين. نادين اسيس دائما بتعطينا تيبس اند تريكس، اذا حدا ما بحب يستعمل شغله بحب يستعمل شغله ثانيه، وكمان يعني حلو نتعلم على هيك طبخات متنوعه. مزبوط. وما اخذت معنا كثير وقت، يعني تقريبا ثلث ساعه ماكسيموم اذا بس بننطر الوقت اللي كنا عم نقول عنه. بين الثلث ساعه وال 25 دقيقه بتكون ريدي هي والرزات، يعني على طول طبخوا مشوا الرز مع الطبخه، هيك عن جد بتكون طبختنا ماكسيموم اخذت 25 دقيقه. ودائما يعني انا بقول للاشخاص جربوا قصص جديده لاولادكم، لانه في اولاد بتحب طعمات مختلفه. صح. ومنغير لهم عن الاشياء اللي معودين عليها، يمكن بصيروا يحبوا الاكل اكثر او بصيروا محمسين ليدوقوا الشيء جديد. صح. وبننسى انه بعدين كل اولادنا عم يكبروا وعم بيسافروا وعم بيروحوا، حتى ما يحسوا كمان في بغير كلتشرز انه الاكل غريب عنهم، فخلينا نعودهم على الاكل كمان اللي مش الاكل التراديشنال، وما انه اكل غالي، يعني بالنهايه عم نستعمل نفس الانجريدينتس تبع اكلنا نحن، بس يعني انه بتاتش ثانيه. بصل، جزر، بازيلا، شامبينيون، كريم فريش. مزبوط. واخر شيء ملح وبهار وعصرة حامض. مزبوط. والدجاج. ميرسي كثير نادين أسيس عن مره جديده، ويعني برجع بدعي كل المشاهدين يحضروا هيدي الفقره وكل الفقرات والبرامج اللي عم تقطع على شاشتنا. نحن برنامجنا بيوصل لنهايته، ولكن في عنا بعد فقره بعد البريك. انا رح ودعكم من هلا وبترجعوا بتكملوا نهاركم والحلقه مع ميت ذا ستارز ومنى خوري. باي باي.